وفينا أجور الصابرين. ومتى قال هالكلام بأبي وأمي؟ قالوا حين خروجه من أرض مكة. أشوف الحديث وصلنا إلى هذا المعنى. بعد خلونا نقرأ على خروج الحسين سلام الله عليه. قاله حينما بات تلك الليلة ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، 4 أشهر في مكة الحسين، ها العلامة المازندراني يقول 4 أشهر في مكة ما عاش الاضطراب والكآبة مثل ما عاشها ليلة الثامن من شهر ذي الحجة. ليش؟ قال نظر إلى رسول الله في عالم الرؤيا. غريب، الحسين إذا يشوف رسول الله تنكشف أساريره، إذا يشوف رسول الله يتبسم يعيش حالة الفرح. قال لكن شاف رسول الله ليلة الثامن ذي الحجة حاسر الرأس، شاف رسول الله مشمر عن ساعده، يعني مصيبة مصيبة جاية على الحسين. نظر إلى رسول الله وقد فك أزرار قميصه وهو في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله، فتح باعه للحسين: إلي إلي أبا عبد الله. قال أبا عبد الله إن أمك وأباك قد قدموا علي وإنهم إليك مشتاقون. زين شتم إيدي، شو تريد تقول يا رسول الله؟ قال يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا مضمخا بدمائك، أبو علي عجل الخروج من أرض مكة، فلا أريدك أن تكون ذلك الكبش الذي تستحل به حرمة البيت. تود رسول الله لكن تطلع حتى لا يكون تهتك حرمة البيت بدمك المطهر. وبالفعل استيقظ الحسين مرعوب ويحل من إحرامه بعد أن طاف بالبيت أسبوعا وأحل من حجه وحولها إلى عمرة مفردة. إجوا استند إلى بيت الله إلى كعبته وصار يخطب. أريدك تتصور بعد انتهى الحسين بعمامة رسول الله وببردة رسول الله وبشيبته المقدسها، عن يمينه قمر العشيرة أبي الفاضل، عن شماله علي الأكبر، فتيان بني هاشم يحوطونه كالحلقة، وفي وسط الحلقة نساء بني هاشم تتقدمهن فخر المخدرات زينب. وصار الحسين يخطف في الحجيج خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. انت متصور الحسين وهو يقرأ مقتله؟ هذا المقتل ترى سمعت زينب على لسان الحسين، ما أدريش حال زينب وهي تسمع الحسين وهو يقرأ مقتله، وما أدري هل الحسين وهو يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، ما أدري الشر على قلبه محل سخم حرمل الذي يستخرجه بثلثي قلبه، لو أشر على منحره محل ضربات شمر الضبابي. صاح كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أغلى البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابر. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فإني راحل مصبح إن شاء الله، فعلى الضجيج من الحجيج والمنادي ينادي وحسيناه وأصيبته. يقول حتى هبت رياح الخسوف والكسوف اصطفقت لها أبواب البيت. الله يرحمك يا ملا منصور الشابي،
يقول حتى إذا لبس المخيط وفي المحامي ضم أغلى أدلى بخطبتي التي أدمت ماقي كل مقلى فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق أغلى فغدا ينادي آخذا بزمام ناقته ابن خوله ماذا حداك على الخروج عاجلا يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم استحل أذخ المناد وحسينا وصعد الحسين على ظهر الناقة فلحقه أخوه محمد بن الحنفية يقولون أخذ بزمام الناقة قال لأبو علي ما خليك تطلع إلى أين أبا عبد الله ألم تمعني النظر فيما قلت لك يعني تبقى في أرض مكة قال لأخو بلى أخي محمد ولكنني نظرت إلى جدي رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول أبا عبد الله عجل الخروج من أرض مكة التفت إليه محمد مستغرب مستعجب قال لأبو علي أيوجد مكان أأمن من بيت الله هذا الوحوش السباع تأمن فيه تأمن على نفسك من مكان أنت تطلع إلى مكان تجد مكانا أأمن من بيت الله قال أعلم يا محمد أنني ماض إلى أراضي مصرعي صار يحث التراب على رأسه صاح أجل ودعتك الله يا حمال الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العين لوين قاصد يا عضيد بغض عينه غصبا علي ارجع ذلياك المدينه وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة سكون المدينة من عقبكم صاير امشي قال لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح والخبر عنك يوم من طرفنا ما هو بعيد يقال أن محمد كان يكبو على حر وجهه ما يقدر ترتعش فرائصه أخذ الحسين بيده قال لعلم يا محمد في علامات تعرف بها مصيرنا قال له ما علامات قال كان انتصرنا يجيك اك مكتوب السلامة وشان انذبحنا لا عازم ترد خلية تامة وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواجي كل متري اتلخف على عضيده وجذب ولا وتحسر وشمخ بنحره وللثرى خرت عفار وقال يا خويا اش هالحكي قلبي تفطر سليت روحي من جسد خبها المواعي ألخ المناد وحسينا يقولون التفت الحسين إلى بعض غلمان بلي هاشم أمرهم أن يعضدوا إلى محمد لأن ما يقدر يمشيها من شدة الثكل والمصاب قال لهم عضدوا إلى عمكم محمد وجاب يم أحمل يم هودج من الهوادج
فتحت زينب بعضا من الأحمال ووقع بصرها على أخوها محمد. بكت زينب فبكى النساء والأطفال لبكائها. وعندي الوداع تناحبت ذيك الحمولة، هذا يلوج وذاك عبرات خمولة، الأطفال تبكي والحريم تحوم حوله، وزينب تنادي هل بكى والنوح ما يفي. قال خيا زينب سفرتك تصعب عليا، برتاب قلبي من طفوف الغابري، بعد الخدر خوفي ودونك سبية، وتروحين حسرة ميسرة للفاجريز. التفت الحسين إلى محمد صاح، وزينب ترى زينب سعيها وحجها غير هذا الحج يا محمد، عندها مناسك غير. وزينب سعيخة يختلف عن سائر الناس، عدها الصفا الحسين وام المروة عباس، المروة بلي يدين وام الصفا بلا راس، وكل ما تغرويل طاردتها خيول مية. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها.